السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض ازاي نرسم ماس. فاجي هنا عندي مثلا سايت واقول له ان انا عايز اعمل كرييت لي الماس. اوكي، طيب انا في دماغي ان انا ارسم مثلا روف يكون فيه انحائيات، فهستعين بان انا ارسم ريفرنس كخط بالشكل دوت، وبعد كده عايز احط نقطة على الخط دوت بوينت إليمنت في اي مكان، انا مش حاطه في النص بالظبط. طيب عايز ابدا ان انا اقول له ست الورك بلان بتاعي على النقطه دي، يعني اي حاجه ترسم على الجزء دوت. هقول له موديل واقول له ان انا عايز ارسم لاين من هنا لهنا مثلا. كده انا معايا لاين وعندي المسار بتاعي، فممكن اعمل سيلكت على اللاين وعلى المسار واقول له كريت فورم، فبيقول لي انت ممكن ترسمه بالشكل ده او بالشكل دوت. انا اخترت الشكل دوت، عملت سيلكت واقول له ان انا عايزه اكس راي. اكس راي بيبدا يديني النقط اللي اقدر اشتغل عليها. ممكن اقول له اد بروفايل وهبدا احدد بعض النقط. النقط دي هتساعدني في ان انا اغير الشكل كده. هو كده كله خط واحد او كله مستوى واحد. ممكن اعمل سيلكت بقى على النقطة دي وابدأ ان انا ارفع النقطة ديت. ممكن اجي بقى على النقطة دي وارفع النقطة دي وهكذا. ممكن بعض النقط تبقى مرتفعة بالشكل دوت زي المجسمات بتاعت المهندسة ذو حديد الله يرحمها. تاب عشان تحدد اي نقطة اللي انت عايز تشتغل عليها. فبقى معانا الشكل زي ما انت شايف بالطريقة ديت. ممكن اقول له فينيش ماس، عمل معايا الشكل زي كده. ممكن تعمل سيلكت للشكل دوت، تقدر ان انت تغير الارتفاع بتاعه لو انت حابب. فاعمل سيلكت على الشكل واروح لامر ريموف وشيل عامل كوسترين وديسجوين وابدا ارفع الشكل بتاعي. تقدر تتحكم يعني ايه في الارتفاع انت عايزه على الارتفاع. طيب انا مش شايفه في ليفل 1 في السايت، شايفه بالشكل دوت. ممكن حتى نرسمها في 3 دي اهو، وليكن مثلا طبعا الشكل ده تقدر كل نقطة فيهم تعدل فيها وتخليها اكس راي اهو، كل نقطة من دول. بالإضافة لكده تقدر تعمل سيلكت وتروح محركها لقدام لورا زي ما انت عايز. فتقدر تتحكم جامد جدا في موضوع الماس. طيب بعد كده هروح للاركتكتشر واقول له ان انا عايز ارسم وول اركتكتشر، واخترنا كيرتن وول، واقول له ان انا هرسم الحب بتاعي مثلا من هنا لهنا. تعال نشوفه بقى في 3D. طيب هقول له ان انا عايز اعمل روف، طيب دلوقتي هبدا اعمل السقف بتاعي. فاقول له روف واقول له باي فيس، وراح مختار الفيس واقول له كرييت روف، عمله له بالشكل ده. دلوقتي بقى ممكن اجي اعمل هنا، اجي هنا واختار الولز واقول له اتاش، واروح مختار الروف بتاعي. انجوين تعمل، لكن ناقص بس في بعض الحوايج. بتبقى المشكله في ايه؟ ان هو البدايه بتاعته من هنا، فهو مش لاقي مكان لحد ما يبدا يخش تحت الشغل.
فدي لها حلول ان انا اقطع قبل واقطع بعد، تمام؟ يعني حتة زي كده مثلا ممكن امسك الحتة ديت واقول له ان انا عايز اعمل اثبات element من هنا ومن هنا، او ان انا اطلع بس بالجزء اللي تحت دوت شوية كده، المشكلة هتلاقي اتحلت، تمام؟ الجزء دوت والجزء ده لغينيه، والجزء دوت ده وده هنقول له اتاش للتوب. ظهر معانا بالشكل ده، ونفس الكلام برضو بالجزء اللي ورا، او مجرد ان احنا نطلع بالشكل ده شويه هيحل لنا المشكله. المشكله بس خالص ان هنا مفيش مكان، فبقطع قبل وبقطع بعد. يعني هاجي هنا اقول له اقطع هنا واقطع هنا، ده الاجزاء اللي عامله لنا مشاكل. كل طبعا مشكله ولها كذا حل، المهم ان احنا نفهم بس فكره المشكله ايه وجت منين. هتلاقي المشكله اتحلت، هتلاقي المبنى معاك بقى بالشكل دوت. نقدر نغير الماتيريال طبعا بتاعت الروف، تقدر تقول له ايديت تايب وتقول له احنا عايزين ماتيريال غير ديت، اختار بقى اي ماتيريال انت عايزها. بالشكل ده